the sports infrastructure here in Egypt, which we could witness during a visit to the sports city this morning. هو طبعا كان لقاء مثمر مع فخامة الرئيس واحنا اتكلمنا كتير في حاجات كتير متطوره. الزيارة دي مهمة جدا علشان طبعا كان لازم يجي هو يشوف بنفسه ان مصر يعني بصراحة عندها الريسورسز كلها ان احنا نستضيف في 2036 الاولمبياد. طبعا احنا هنبقى كبار قوي بس يعني طبعا هنحب جدا ان الاولمبياد تبقى هنا يوم من الايام. يعني انا شايفة ان دي فعلا خطوة كويسة قوي لمصر، وزيارته لمصر دي حاجة لوحدها كبيرة قوي ان هو يكون شايف الملاعب بنفسه. احنا رحنا الصبح شفنا الملاعب الأولمبية اللي في العاصمة الإدارية الجديدة، هو كان متفاجئ جدا بكمية الملاعب الموجودة. هو زي ما قال النهاردة في المؤتمر الصحفي ان فعلا على 2036 مصر ممكن يبقى ليها فرصة ان احنا ننظم ان شاء الله أولمبيات 2036 هنا. زيارة مستر توماس باخ طبعا لمصر بتعتبر إشادة منه بدور مصر الكبير اللي بتلعبه في الرياضة الحقيقة في السنين الأخيرة، خصوصا آخر 4 سنين، وده طبعا كان واضح جدا من بداية حتى الأزمة بتاعت الكوفيد، ولما الناس كلها ابتدت تقفل الناس كلها ابتدت يعني تبعد عن تنظيم البطولات طبعا لصعوبتها وصعوبة تنظيمها وإدارتها والتكاليف وكل ده. في الوقت ده مصر الحقيقة ظهرت بشكل رائع وعملت بطولات تاريخية، سواء كان في الهاندبول أو في الخماسي الحديث، في السلاح، في كرة القدم. فالحقيقة طبعا زيارته دي بتبقى يعني بتدينا دفعة الحقيقة إيجابية إن احنا ماشيين على الطريق الصح. بالنسبة طبعا لتنظيم أولمبياد 36، طبعا الأولمبياد ملف تقيل جدا بداخل فيه حاجات كتير قوي، انما خلينا انا اقول لك يعني كواحد موجود في الرياضه بقالي فتره، اللي مصر قدرت تعمله في التنظيم الفتره اللي فاتت، الاتجاه اللي مصر ماشيه بيه يعني كتطور عام سواء كان في مجال الرياضه او في الانشاءات او في اي حاجه، يخليني اقول لا انا يعني احنا قادرين ان احنا نعمل حاجه زي كده وننظم بطوله تاريخيه بالنسبه لافريقيا والعالم كله يشهد بيها. فاتمنى ان احنا ان شاء الله نكمل في هذا الملف، طبعا بشغل كبير بقى محتاج يحصل سواء كان من وزاره الشباب، اللجنه الاولمبيه، المؤسسات الخاصه، كل ده لازم يتعاون طبعا عشان نقدر نطلع ملف قوي نقدر ان شاء الله نعمل بيه الحدث الكبير ده.